يلا حنبدا مع ربيع شي مره نبدا فيك مشان نعطيك ربيع. احنا عندنا 12 سؤال، كل سؤال له 3 اجابات خلال 7 ثواني. أوكي. ماشي. السؤال الاول، 3 اهداف حاططها براسك هلا. السفر والسفر والسفر سفر سفر. وين صوت ماني سمعان صوت هذا يا شباب؟ طيب جمانة، 3 خطوط حمر بحياتك. 3 خطوط حمر، اهلي، جوزي، ولادي. ما أنا سمعانين الصوت هذا ليش هيك يا شباب؟ بدنا نسمع الصوت. ربيع، 3 عيوب بشخصيتك. الطيبة، الثقة الزايدة، والعصبية. طيبة؟ طيبة متأكد؟ متأكد؟ أكيد. طيبة؟ يا الله مصطفى، مصطفى لازم تمثل، والله دمك خفيف، والله العظيم، والله جد. شو الباسورد تبعك؟ شفت قديش جمانة. أول 3 أهداف بحياتك بتفكري فيها هلا؟ أهداف، أنا ما عندي أهداف، ما بعرف خطط أنا على فكرة، أنا على البركة. يعني شو؟ إنه خلص. طيب ربيع، 3 شغلات ما بتفارقك. التليفون، الساعة، والنظارة. والنظارة وينها النظارة؟ مش فاهم أنا، عشان جاوب عني كمان. وينها النظارة؟ هو في نظارة بلبس نظارة ما بيشوف. عمين جاي؟ مش فاهم. سوري أنا معلش، أنا النعس أسرع علي. طبعا هي محذرتني أنه في ضحكة، هي عندك أنواع من الضحكات، ففي ضحكة هي ما بدها إياها تضحكها. أي واحدة هي؟ أرجينيها أي واحدة؟ ما فيني بالله جد، كتير عالي كتير، يعني نفس نبيل لعبت فيها. تحية ليها، أحلى تحية لها. بعد شو ما بعد ما شبطت فيها، أحلى ضحكة بالعالم ضحكتها هي. أي وحدة هلا بتطلع لحالها. طيب جمانة، أغلى 3 أشخاص عندك. أغلى 3 أشخاص طبعا جوزي، ولادي، وأهلي. هلا جبتيهم؟ أمي وأم وأبي. صاروا 700 واحد. صاروا 700 واحد. لا 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 لا، ما هذا مو جواب. شيلوا لنا العلامات تبع هذا السؤال. لا ما في إخواتي وجيراني وأنا وأنا وأنت وأنا وأنا. ربيع، أسوأ 3 أمور ممكن تكون بالمرأة بشكل عام، بس بجد. العصبية، قلة الوفاء، وعدم الاهتمام. بس هدول بالعالم بشكل عام، يعني مو بالضروره يكونوا بالمراه. ما بعرف، ما حسيتهم بال. جمانة، أسوأ 3 شغلات فيكي. فيني ولا بالرجل بشكل فيكي عام؟ انتي. خليني جاوب نفس فيكي السؤال انتي. وحبيته فيكي انتي. فيني انا متسرعه، عاطفيه، انفعاليه. بس خلص. وأسوأ 3 شغلات بالرجل؟ بالرجل عموما انا اللي ما بحبها الصوت العالي، قله الاحترام، الكذب. طيب ربيع، احلى 3 امور بجمانة، عد وغلط. الطيبه، الجدعنة. عد قلنا لك احلى 3 امور يا اخي. تعطيه بس 3 ثواني، اعطيه ساعتين. خليه اعطيه ساعتين فتره ما حكى، خليه يحكي. من زمان ما سمعت. كله مسجل اذا تعرف شيء، كله مسجل. بدي لينك الحلقه. بجوز ما يبسوها بعدين. جمانة، 3 اشياء ما بتفارقك. أنا مفاتيح السيارة، الموبايل، والنظارة. لأنها ما بتشوف. ربيع، أسوأ 3 أمور بالحياة. قلة الوفاء، الخيانة، وعدم الإيمان. حلو. جمانة، 3 أمور تعلمتيها بزمن كورونا. بزمن كورونا لا هو يعني الصبر. لا تجاوب عنها يا أخي. اليقين. كمان الكلام الكبير ده والنبي. سوري. أنا أسفة. لا أرجيني شو هذا لعيدك، أشوف شو هذا لعيدك. أرجيني هاي الإيدة، طلعيني هيك شوي، نشوف شو هذا، شو مكتوب عليها. ربيع. ربيع أرجيني. ربيع بالإنجليزي. ربيع بالإنجليزي. ربيع بالإنجليزي. شو تعلمتي بكورونا يا حلوة؟ بتعرف تطبخ شيء هي؟ بتعرف تاكل؟ ما بتعرف تطبخ؟ لا لا. هو ما بيجيب كاست مي، ما بيعرف ياكل وبس. انا بطبخ. ربيع، 3 اشياء تعلمتها في زمن كورونا. الصبر، التخطيط، والحلم. تخطيط؟ طول عمرك بتخطط انت. طيب. تزوجتها وتزوجها؟ لو بدي احكي لكم كيف تزوجها. كم احكي
ما فيني احكي، ما بيطلع ممنوع، ما بيطلع، ما خلى شيء في دم، رشا كل شيء حواليها، رشا العالم كلها، رشا 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 كل شيء، رشا 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 رشا. طيب كان اخر سؤال لك ولا لها هلا جمانه؟ نعم. اهم ثلاث صفات بالرجل بشكل عام؟ الاحتواء، الصدق، الاحترام. طيب ربيع، اسوأ ثلاث امور بجمانه؟ كله بجمانه العصبيه. بس ما عندش غير العصبيه. خاف ضابعته للرجل، ضابعته من خف سلم يعني. طيب